حفل تأبين مهيب أقامه أبناء المدينة القديمة ومؤسسة باب حر لتكريم الفنان الراحل إسماعيل العجيلي. هذا الحفل الذي احتضنه جوس ماركوس أوريليوس، ذلك المكان الذي كان ملعب طفولته وملتقاه لأصدقاء العمر الذين حضروا لإلقاء كلمات التأبين. كان فناناً شاملاً بكل معنى الكلمة، وبالإضافة لكونه فنان كان إنساناً، شمل قلبه كل معاني الحب لأرضه ووطنه وأهله وسكان هذه المدينة القديمة التي عاش بينها وتربى في حواريها وأزقتها ومدارسها وتشرب قيمها النبيلة الإنسانية. يعني إسماعيل عنقود مسكي في دالية باب حر ودالية المدينة القديمة ودالية طرابلس الكبيرة ودالية كل الوطن. الله يرحم إسماعيل، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحم إسماعيل، لا إله إلا الله. بحضور أبناء الفنان الراحل ولفيف من أصدقائه وجيرانه وزملائه الفنانين، قام جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس بتقديم درع لتكريم ابن هذه المدينة. أبوي علمنا نحب المربع، هو 47 كتار، هو خلاه وطني يعيش فينا. المكان هذا بدأت نشوف فيه في صورة جدي، وتول المكان هو وزناقي هادي بدأت نشوف فيها في صورة أبوي. يعني هذه بالنسبة للرابط اللي خلق إسماعيل العجيلي بين أبناء أو بين المدينة القديمة. رحل الفنان إسماعيل العجيلي وبقى حيا في قلوب محبيه هذه المحبة التي تجلت في دمعة حارة نزلت حزنا على فراق من زرع فينا الابتسامة لسنوات عديدة. قناة ليبيا الأحرار، إيمان الشابع، طرابلس.